يعني ايضا كونترا ضمك الحقيقه، ورساله للقائد الشافعي لمثل هذه المباريات، لمثل هذه المواقف يحصل اللاعب على شاره القياده، تجده خلف كل هجمه، تجده خلف كل كره تقطع. تحيه الحقيقه لهذا القائد، ونقول برضو انه قرا يعني حتى في التقرير زميلنا انه يعني كونترا مشكلته كانت في اضاعه الفرص، واستبدل حتى المهاجم البديل اضاع فرص. صحيح، ما دام بدات بشافعي ابدا معك بشافعي. شوف الهدف اللي تسجل، ترى هذا ما يحدث الا قليلا في العالم. شافعي او قلب الدفاع معروف انه يسجل من كرات ثابته. الهدف اللي سجله كره متحركه، هجمه مرتده، يطلع على الطرف للظهير الايسر العبيد، تجد شافعي هو اللي يستقبلها في ال 18 يسجلها. قلب الدفاع، تخيل هجمه مش كره ثابته، هذه ترى نادر ان تحدث في كره القدم. هذا دليل على بالفعل قياده اللاعب ورغبته وشغفه وعشقه للفريق. خلاص هو قائد الفريق من كم سنه الان، واعتقد انه ضمكاوي خلاص، يعني كانه ولد في هذا النادي. نرجع للمباراه. الشوط الاول اي احد يتفرج المباراه يقول لك يا سلام مدرب عالمي. صحيح، عمل شغل تكتيكي على اعلى مستوى، اتفق مع الكابتن مجدي. ايش اللي عمل؟ طبعا التحولات بالنسبه لضمك قتلها، في عمل ضغط مركز وضغط في اماكن محدده في الشوط الاول. كل كوره يحاول يطلع ضمك فيها يجد لاعب الاهلي عاملين ضغط يقطعوها ويلعبوا الهجمات. الاهلي مشكلته انه ما سجل كثيرا، المفروض الشوط الاول ينتهي على الاقل ثلاثه بكل امانه، على الاقل. هذا لم يحصل. اللي حصل بعد كذا طبعا الشوط الثاني، طبعا خروج ماكسيمان اثر كثيرا. الشوط الثاني لما انا اقول لك الشوط الاول يا اسلام مدرب عالمي، الشوط الثاني كونترا. وقت التغييرات يحجيك، وقت التغييرات حدث العكس. هذا يعني ترى في كره القدم في مدرب وفي كوتش، ترينر وكوتش. مدرب اللي هو حصه تدريبيه على اعلى مستوى، الكوتش انا في وسط الملعب اللي يقرا المباراه اثناء المباراه، التغييرات اثناء المباراه. هذه عند ياسر فيها مشكله في اغلب المباريات، وفي كثير ترى مدربين في العالم بهذه الطريقه، تدربك على اعلى مستوى، تبدا المباراه على مستوى، تشوف فريق على اعلى مستوى. وقت شغل الكتشنه شغل المدرب يبدا يتورط. هذا اللي حصل. كونترا بدا يشتغل على اظهره الاهلي، ايضا الجانب دائما في كلمه في الرياضه اسمها الحيويه، الناس تنساها. نزل لاعبين صغار في السن، شباب لاعب الاهلي استنزفوا بسبب الشوط الاول، الضغط العالي والهجمات، وكانوا يعني صراحه لاعبين براعه مثاليه لياقيا وبدنيا وذهنيا. الشوط الثاني طبعا بتغييرات الحيوي للفريق، الاجنحه نكودو والعبيد على الجهه اليسرى، مسكين الحريجي. هنا تغييرات مدرب الاهلي، كان من المفترض انه يعمل تغييرات علي الاسمري، تغييرات مسانده خاصه للاطراف زي ما ذكر كابتن مجدي. الفريق كله ينزل تحت الكوره، انت متقدم 2-0 وباين الجهد البدني عند الفريق. رياض محرز ما عاد بيرجع يدافع، تغييرات الاهلي كلها اللي نزلوا ما عملوا اي شيء، وبالتالي استمرت المباراه بدات الهجمات الخطره لفريق ضمك، والمدرب يتفرج بدون اي تغييرات للفريق على الجانب هذا. كودو شغال على كيفه، العبيد اشتغل على كيفه، الشهري اللي نزل في الجهه اليمنى نعم شغال على كيفه، وهكذا استمرت المباراه حتى تعادل ضمك واضاع الكثير من الفرص ايضا. برافو ضمك والعوده، برافو كونترا على التغييرات الرائعه. يا اسلام برافو الشوط الاول على اعلى مستوى، لكن واضح انك ترينر وليس كوتش، لهذا وجهه نظري. لانه نظير التقدم الاهلي باثنين، خسر الاهلي بالتعادل لانه كان متقدم باثنين.